تحد ما كيتزاد لاباس عليه. الا بغيتي الفلوس خاصك تقاتل عليهم. الفيديو ديال اليوم على واحد بحالي وبحالك، واحد بدا تقيسته في الدروب هاد الاحياء الشعبيه وتقاتل باش يوصل فين هو دابا. بطبيعه الحال الحياه ماشي غير لحظات زوينه كما كتبان في الانستغرام، ولكن الا صبرتي كتوصل فين بغيتي. ضيف اليوم تزاد في مدينه قنيطره ودابا ولا بيزنس مان ومهندس في المانيا. هاد السيد هذا علاش اختاريته اليوم؟ حيت ما كيبقاش ناعس ويتسنى تجي بارده، كيتقاتل باش يوصل. ما عندوش ديك العقليه ديال حل محل الرزق على الله. الرزق على الله، ولكن انت اللي خاصك دير السبب. اول اتصال ليا مع هاد السيد هذا كان عبر الفيديو، وبغيت نقترع عليه الفكره باش نشوف واش غيوافق ولا لا. السلام عليكم. وعليكم سي يوسف، لاباس؟ كي داير؟ بخير، شرف كبير نهضروا معك اليوم. شكرا شكرا. اسمح لي نطلع بعدا الطوموبيل، انا كاين شويه صداع. خذ راحتك ماشي مشكل. شكرا سيدي. رجعتي وقيلا لالمانيا ياك؟ شفت الالمان بعينك؟ رجعت رجعنا لالمان الحمد لله، عفاو علينا صيفطونا الطياره باش نرجعوا. الحمد لله. هنا بقينا انا وياه كنهضروا وصدق السيد ظريف بزاف صراحه، ما تخيلتوش يكون هكا. ولكن من بعد صدمني بواحد الحاجه اللي ما كنتش انا براسي كنتسناها. السي يوسف، انا دابا كنصايب واحد الفيديو في اليوتيوب على الشخصيات في المغرب اللي فريمون يستاهلوا انهم يتعرفوا، واختاريتك انك تكون معنا في هذه الحلقه هذه. وبغيت نسولك شي اسئله. عندي بزاف الاسئله صراحه، ما عرفتش منين نبدا. واش نقول لك؟ دابا راني كيف قلت لك رجعت من دبي، وراني في المانيا، بغيتي اجي دوز معايا نهار كامل ويكون عندك امكانيه نهضروا وتعرفوا بينا عليك. اوكي ممكن. ابيك بليزير. الله يهديك. شكرا بزاف. ندير موعد ان شاء الله. من بعد ما وافق مشيت في البلاصه ونقطع التيكه ديال التران، وقررت نمشي عنده ما حد جات الفرصه. هو ما بعيدش عليا بزاف، تقريبا 100 كيلومتر يعني شي ساعه ديال الطريق. وبيني وبينكم ديك الطريق اصلا ما كتحسش بها بقوه المناظر اللي كتشوف. اللقاء الاول مع هذا السيد كنت كنتخيلو شويه رسمي وفيه البروتوكول، وبما انني اول مره غادي ندير شي حاجه بحال هكا مشيت موجد الاسئله اللي باغي نعرف الجواب ديالهم. الساعه السيد صدق ظريف وكنا كنضحكوا بحال شي صحاب، تخربق ليا البان كامل. ولكن السؤال الاول اللي كان دارني في راسي طرحته عليه بصوره رسميه، وداكشي الاخر عرفتو راسي في النهار اللي دوزت معاه. يوسف شكرا بزاف، عرضت علينا اول مره غيعرض علينا في البيرو ديالو، اول مره البيرو ديالو غيبينو في السوشيال ميديا. شكرا بزاف. الله يجازيك بخير. حتى شكرا انك جيتي عندي. شكرا لك، الشكر كامل لك. واحد الحاجه اللي تبعوها معك الناس في الانستغرام ديالو اللي هو واسميريس، بديتي الحجر الصحي انت في دبي. بديت الحجر الصحي في دبي باش نشرح لك القضيه. كان عندي واحد البروجي في دبي. الخدمه ديالي اللي تنخدمها انا مهندس في البرمجه، يعني اي حاجه ديال الماكل الكبار لي زوزين الكبار انا تنبروغراميهم. اوكي. وكان عندي واحد البروجي كبير تماك في دبي، زعما تما قلت الحمد لله هذا البروجي كبير. بدينا خدمنا فيه واحد الشهر تقريبا، وهي تبدا القضيه ديال كورونا. كل مره بداو تيصعبوا الامور، هما هذه هما هذا. واحد الوقت صافي وقفنا على الخدمه. بغينا ناخذ اخر طياره اللي ريزيرفينا، اخر طياره اللي ترجع لالمانيا. جاتنا واحد الرساله بان هذيك الاخر هذيك الطياره انيولات، وصافي بقينا تماك في دبي. يعني كيفاش درتي انت الحجر الصحي؟ حنا عارفين الحجر الصحي سدوا على بنادم تما، كي درتي توصلتي لالمان زعما؟ وحقيقه يعني في هذه الحاله انا المانيا يعني دوله يعني من الدول المتقدمه، وما تنساش المواطنين ديالها. كما تتعرف انا عندي جنسيه المانيه. وتنعتز بها الناس عاوناتنا بزاف. يعني مباشره قالوا لنا راه كاين واحد الموقع تسجلوا السميات ديالكم، وغادي تقولوا واش نتوما يعني باغين ترجعوا للبلاد ديالكم ولا هذا.
سجلنا الاسم ديالنا وكل شيء، واتصلوا بينا قالوا لنا راه كاينه واحد الطياره، يعني فتحوا بالنسبه اللي بغى يرجع طيار، يعني كانوا غادي يجيبوا طيارات من المانيا لينا حنايا. ومهم بقاو محادثات مع الدوله ديال دبي والامارات، حتى قالوا صافي راه كاينين بعض الطيارات غادي يمشيو لالمانيا، وشي وحدين غادي يمشيو للانجليز، اللي بغى يقدر يقطع. وصافي قطعنا التيكيت وخلصتي التيكيت ديال خلصت التيكيت خلصت تقريبا شحال التيكيت؟ حقيقه الشركه اللي كنت مشيت معها هي اللي خلصتها، كنت رجعت في بيزنس كلاس، وهذه يعني تكون يكون شي ثمن تنظن شي 1500 ديال الاورو ولا شي حاجه تقريبا. وداك السجور ديالك اللي دوزتي في دبي، يعني اللوطيل والسكنه ديالك والماكله، واش عاوناتك فيه الدوله ولا كلشي على حسابك ولا الشركه ولا؟ لا، ما هي الدوله ما قالتلكش سير لدبي، فهمتي؟ ولا الدوله ما عاوناتكش في هذا الحل، ولكن على حساب الشركه اللي كنت داير معاهم يعني اتفاقيه، هما اللي كانوا مكلفين بالمصاريف، غير هي الدوله عطاتنا الامكانيه باش نرجعوا. يعني بزاف ديال الناس راه اللي حد الان مازال واحلين في دبي، يعني اللي تلقى لهم يرجعوا هي المانيا والانجليز، وبعد الدول قليله زعما اللي فتحوا المجال الجوي باش الطيارات ترجع بحال هنا. غنحبس باش نطرح عليه واحد السؤال اللي ضرني في راسي، واش حيت انا مغربي ما نقدرش نمشي بعيد؟ واش حيت عندي باسبور خضر غنبقى ديما نخدم عند الناس والشركات؟ واش عمري نقدر ندير شي حاجه كبيره؟ وهذا السؤال هذا ما يقدر يجاوبني عليه غير مغربي داز من داكشي اللي كندوز منه انا بالضبط. مغربي اللي فاش تحديته في ماتش ديال شطرنج دار ليا اشيكا مات، يعني التجربه ديالو فاتاني بزاف. يعني انت فاش رجعتي باي ذا واي البيزنس ديالك؟ نعم. يعني انتيا ديالك البيزنس؟ نعم. وعندك البيزنس في المانيا، كيفاش مغربي كبر في قنيطره وكبر زعما عاش في قنيطره جا قرا هنايا في المانيا دير بيزنس ديالو فاش سالا القرايه؟ يعني اول حاجه هذه كنحترمك عليها بانك دير بيزنس ديالك. وهو حقيقه البيزنس ماشي غير ساليت القرايه درت البيزنس، يعني راه خدمت تقريبا اكثر من 10 سنوات يعني في شركات، يعني اول خدمت في شاف بديت في ميونشن، يعني خدمت العديد من الشركات، من بين الشركات الكبار اللي ربما الناس يعرفوهم معروفين بحال الشركه ديال شنايدر الكتريك، راه ربما معروفه في المغرب. خدمت في واحد الشركه اومرون، يعني كنت برودكت ماركتينغ مانجر، يعني كنت مسؤول على النمسا وسويسرا والمانيا، يعني كنت يعني تنصاب ملي تيخرج شي برودوي انا اللي تندير له الاشهار، يعني الاشهار لهذوك شنو سميتهم اللي تيبيعوا، تنقول لهم الفاتخيبله، تنقول لهم كيفاش هذا البرودوي غادي تبريزونطيو عند الكوندو عند الكليان الاخراني. يعني ماشي غير جيت ودرت البيزنس، يعني خديتي الفار، خديتي التجربه ديالك، عده التجارب تراكمات التجارب. وبالنسبه للمغربي دار تجربه زعما دار مشروع في المانيا، واش ما حسيتيش بها شويه غريبه؟ جبتي الكلام بسهوله؟ لا هي حقيقه ماشي مساله هي باش المانيا باش مزيانه، وتلاحظوا بزاف ديال الناس المغاربه اللي تنعرفهم اللي كانوا مثلا في دول اخرى مثل فرنسا وجاوا لالمانيا، هو في المانيا من يعني الوظيفه الاولانيه ما تحسكش بانك انت راك ما عارف والو ولا شي حاجه، تيدير فيك الثقه من نهار الاول. يعني انا الا كنت شفتو شي فيديوهات قديمه ديالي ربما من بديت يلا دخلت الجامعه يعني في كارلسروه، غير ساليت هذيك السنه التحضيريه، اول خدمه يعني من الخدمات الاولى يعني في السمستر الاولى العطله الاولانيه ديال السمستر الاولى خدمت كمبرمج بروغراميغ. اوكي. والاغلبيه ديال المغاربه كنت نقول لهم قلت لا غير تكذب علينا. فهمتي؟ يعني ماشي تزيدوا لك تتزاد التجربه الاولى مع التجربه الثانيه، مع تراكم التجارب كيخليوك تراكم التجارب. والحاجه اللي تتعاون عاوتاني هنا كاين واحد كاين الطلب، هما ملي تيشوفوك انت غادي تحلو، هو عند واحد المشكله وانت غادي تحلي هذاك المشكله، بطبيعه الحال واحد غادي يبغي شي واحد اللي يثق فيه، يقدر يثق في الماني وهذا، ولكن انت غادي تشوف انت غادي دير له نفس هو الغرض ديالو ان المشكل يتحل، داكشي اللي كاين غادي دير ليه نفس النتيجه، وما كاينش الناس في السوق اللي بقيت النتيجه شي واحد عينو زرق ما غادي نشوف اللي كاين في السوق. يعني هذا الشيء باش تعجبك المانيا، يعني ما تديرش قدامك حواجز ولا شي حاجه اخرى. ولكن شنو اللي خلاك تخرج من الشركه ما تبقاش خدام مع الشركه تولي بوحدك ديال راسك؟ وهي شكون اللي خلاني باش الحاجه اللي تتنفع هي تشوف تجارب ديال الناس وحدين اخرين، يعني اصدقاء اخرين حتى هما كانوا بداو شركات ديالهم خرجوا داروا راسهم وصافي، وتتبقى تسمع تتهضر معاهم حتى تتشجع.
وجات يعني جات ظروف بحال هكا يعني الا جينا حقيقه. كنت في شنايدر الكتريك تسال هذيك البوست اللي كنت انا فيه، بدلت لشركه واحده اخرى عاوتاني داك البوست حتى هو تسالى. قلت هذيك الفكره اللي كانت سالى يعني الفيرتراك سالى يعني الكونترا ديالك سالات ولا سالى يعني ما بقاوش محتاجين؟ لا سدوا كاع هذيك شنو سميتو الابطالون اللي كنا خدامين فيه مثلا، يعني كاع داك الجناح داك الجناح سدوه وتيقول لك اوكي نعطيوك مثلا، تعطيوك مثلا واحد الفلوس تعويض على تعويض على انا تخرج غير يعني يخرجوا يعني هما ما يقدروش يخرجوك، ولكن تيقول لك اوكي نعطيوك واحد الاغراءات ماليه تتقول صافي علاش لا تتاخذ داك الاغراءات بما ان الخدمه كاينه موجوده داك الشيء اللي كاين وصافي وبديت والحمد لله يعني الحمد لله اللهم يسر. واخا الان كيقولنا الوقت الان مع كورونا كاين بعض الصعوبات، ويعني بحال البروجي ديال دبي تقريبا يعني الخسائر اللي خسرتها فايته 100,000 اورو تقريبا، ولكن نتمنى الله سبحانه وتعالى يخلي عمرنا ان شاء الله 2020 بدات هكا ايوا يجيب الله التيسير ان شاء الله. واخا جاتني حشومه زعمت نطرح واحد السؤال اللي شويه في شكل، حيت جاتني غريبه ان شي واحد بحال هذا السيد هذا برزقه وما خصو حتى خير يدير اليوتيوب، ما دخلتش ليا لعقلي. الطريقه الوحيده باش نعرف هي نسولو فاس. الغريب في الامر في هادشي كامل هو انك مهندس الحمد لله سكسسفول ناجح في حياتك، عندك بيزنس ناجح، يعني ما محتاجش فلوس الادسنس. اش داك دير اليوتيوب في المغرب؟ والله هي اليوتيوب شو سميتو هي فقط هوايه، يعني الا بغيتي حتى دابا نوري المشاهدين شحال الادسنس شي 7 اورو في الشهر ولا شي حاجه يعني لا تسبل ولا تغني من جوع، يعني غير جوج دقائق ديال الوقت ديالي ما غاديش نغلب هذيك 7 اورو. هي شنو سميتو اليوتيوب هو لان كانت عندي الهوايه ديالي وتنبغي من يعني من الصغر ديالي من كنت انا في المدينه اللي تقدر تمشي تسول الناس اللي في كالصغور اللي كنت انا فيها، لقيت خدمه تمشي عند الدراري المغاربه تنقول لهم ها هي كاينه خدمه اجيو ديروها، لقيت شي اوبورتونيتي شي حاجه تنقول لهم ها هي اوبورتونيتي سيروا ديروها، يعني في هذه القضيه فين ما نلقى شي حاجه ونكتشف شي حاجه تنعيط الناس نقول لهم اجيو راه كاينه واحد الحاجه مزيانه اجيو تستافدوا حتى نتوما. وهكذا بدينا فيديوهات وهذا وتطورات القضيه، يعني تطورات من بعد ولا تيكون عندك اتصالات مع ناس وتتلقى ان اليوتيوب كنت باغي نحبس واحد الوقت ولكن خليت غادي نلقى نخلي المجال فارغ للتفاهات، قلت انا على الاقل نخلي البصمه ديالي وبعد الناس اللي باغيين يستافدوا شي حاجه يلقاو معلومات واثقه. هي كي قلت لك ملي تكون عندك شي حاجه هوايه ماشي تديرها نتايا لشي غرض، ما تديرها وانت فرحان. بطبيعه الحال تيكون بعض الصعوبات، كاين ناس مثلا نعطيك غير مثال، واحد تكتب لك شكرا انت تعاوننا وهذا، تعطيك واحد السؤال تدوز واحد جوج دقائق تكتب لك علامات استفهام تكتب لك فو وبربعه تلقى تيبدا يسب فيك. انت راك ربما قريتي السؤال ولكن مازال ما عندكش الجواب، ماشي انت كي قلتي ربما انت خدام مشغول في هذا قريتيه ومن بعد غدير شي حاجه واحده اخرى وتقول حتى من بعد مع العشيه نقدر نجاوبه. يعني ولكن كاينين الناس اللي الله يعمرها دار تيفرحوا وتيقول لك شكرا وتيبقاو زعما كتسناوك يعني تدوز واحد المده وتيقول لك يعني حيت الله يحسن العون واحد فاش كيكون خدام راه كيكون كونسونطري مع شي حاجه ما يمكنش يجاوب على 20,000 ميساج. كنت شوفه والله لا صراحه في الفيسبوك عندي اكثر من 200 ميساج مازال ما مجاوبش عليهم غمر هذا الشهر هذا. القدر من المسؤوليه بطبيعه الحال. دابا انت تقريبا شحال انت في المانيا؟ دابا 1999 جيت لألمانيا، يعني ربما الفيديو تشاف من هنا واحد 10 سنين تكون 31 عام داكشي يعني اليوم تقريبا اليوم 21 عام باش جيت لألمانيا تقريبا تبارك الله. وسميتو هاد 21 عام صافي اندمجتي فيها 100%؟ وحقيقة اش غادي نقول لك، هي ألمانيا في الأول تتكون صعيبة ولكن مع الوقت صافي دابا انا تنحس براسي يعني بحال هذه بلادي، لان ماشي زعما بلادي لان فيها جميع الامور ديالي اللي تنحتاجها للمعيشه ديالي، اللي الحوايج اللي عارفها فين نمشي فين نتقدم مع من نهضر فين نخرج، يعني جميع الامور. ما كتجيك شويه ممله؟ لا المانيا ماشي ممله، هي حقيقه ملي تجي في الاول تجي تلقى الشوارع نهار الحد مثلا تلقى الشوارع فارغه تقول هاد الالمان فين تمشيو،
ولكن كل واحد عنده تلقى الهوايه ديالو، اما راه داخل في شي كلوب ديال الكره عنده ماتش الكره، اما تيدير لا ناتاسيون، اما راه في الدار ديالو عنده الهوايه. انت ساكن حتى التيران ديال دورتموند؟ اه ما بعدش عليه بزاف. انت كيسمع اشرف حكيمي من بالكون؟ لا لا شويه، المهم حتى شفت التيران. ولكن مثلا الهوايات اللي عندي هي في الدار، يعني كي قلت لك نقدر نجلس شهرين ما نخرجش. شنو كدير في هاد الشهرين؟ كي قلت لك ها السوشيال ميديا من واحد الناحيه، لي بروجي ديالي من ناحيه ثانيه، وفي الجرده عندي بزاف ديال الخدمه تنديرها في الجرده. كتزرع؟ نزرع مثلا نباتات. ممكن نمشيو معاك نشوفو؟ ان شاء الله غنمشيو نشوفو ان شاء الله. مرحبا بك. نشوفو فاش مشيت معاه صدقت شايف شي حوايج اخرين، حوايج ما شفتهمش ملي كنت في المغرب، حوايج وانا دابا في المونتاج هاوني وتوحشتهم، حوايج كتشوفهم غير في الدار المغربيه. احتراما ونزولا عند الرغبه ديال سيوس في محطه فيديوهات من وسط الدار، ولكن ما كيهمش، حيت الا كان خاصك تعرف حاجه وحده انه ما كيهمش من نتايا ولا فين ساكن، كيهم فين باغي توصل وشنو مستعد دير باش توصل. هاد السيد عنده دار واعره كيزرع داكشي اللي كياكل راسو وشحال من حاجه، ولكن ما تزادش عنده هادشي كامل. في لي كومونتير قولوا لي الناس اللي بغيتو نديرو معاهم بحال هاد الفيديوهات هادو، وخليوا لي الاراء ديالكم والانتقادات ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه ديال اليوتيوب باش تدعموني، حيت هاد الفيديوهات كيحتاجوا مجهود كبير. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما عجبكمش ديروا ديسلايك، وقولنا في لي كومونتير لتحت علاش. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.